تكسر الحيول وتولي غبار. كلمة تهيج البحور والحقد يثور جرة الكبار. بكلمة ترضي العباد تبكي الأسياد وتطفي النار. بكلمة تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرار. كل صباح يما للدار غريبة محروم ظالم مظلوم تهدد الأشباح. جمرة تشوي لفات علي ما فات في قيل وقال. بلادي وحياة ولادي تبكي الغدار. بلادي وحياة ولادي تبكي الغدار. كلمة تقطع الخيوط تكسر الحيوط وتولي غبار. كلمة تهيج البحور والحقد يثور جرة الكبار. بكلمة ترضي العباد تبكي الأسياد وتطفي النار. بكلمة تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرار. أروى قالت لك هكا؟ ليه ولا إيش باش نقول لك أنا؟ مرحبا بيكم، أما خليه يعلم بوها على الأقل. يجيو يجيو، مرحبا. باهي باهي، بسلامة. يا المرا آخر طر هذي. اليوم بركت على بالي قهوة عربي بززوة من القهوة العالية. قداش توحش تونس؟ دارنا فتا وسيلة وبابا. يا علي ما تعبتش؟ ما نجمش. شنو هو سبوان خدمة؟ أونتخ أوتخ. جي لابريسيون اللي كان باش نهبط نشوف بابا، جو نبوغي با مغتنيغ دو لو دير اللي نوجد على راسنا. يا أخي سامحني، قداش باش تقعدوا هكا بخبين؟ هذا اللي نترك حلو مول ما بين بابا وتوتو عصام. ألوغ لا تو ريسك تاتوندر لونتون. بلي فوق عليا تيجي نهار وتتفض ليسونسيال. انت سافا؟ اونيتمون لا. شنو انت صاير؟ مالوروزمون. اش قال الطبيب؟ كيما قلت لك المره اللي فاتت لازم تعمل غريفت ولا مالي بينيغ. كان لازم لازم. اي المشكله تكلف برشا فلوس راهي العمليه. وزيد ما عندهاش اسفيرونس انت صاير. دارهم في تونس في بالهم؟ لا لا ما حبيناش نقولوا لهم. نقعدوا نرجعوا فيهم بوريان زيد. هم على قد. تو نشوف كيفاش نلقى حل وحدي وكاهو. رامي تعرفني كان جاي عندي ما نوخرش عليك. فما فلوسي انا ما تكون حاطينها في البروجي. نعرف. تنكيت نتصرف.
وانت علاه ما تحكيش مع بابا؟ والله خمت فيها الحكي. أنا برشا فلوس. زعما تصور ويقبل. ما عندك ما تخسر. اهبل تونس واحكي معاه. نو، سا بو اتر اون سوليسيون. وانت صاير هوني عندك شكون يتلهى بها؟ هاي عندنا برشا صحاب هوني. وين زاد تنفق على طون اللي ترجع. هاي شختي. سالو سالو. صباح. الحمد لله. صباح مجد. الحمد لله. رامي هابط تونس توسي على حاجة؟ هاي قهوة بن طعام تيزاين. برجولة يكلم فات نجيبها لك ولا تصرف. فهمت علاش أنا ماش خدينا بعضنا؟ أوني في لان بور لوطخ. فوتش. سا سوبا على الآخر. مش عليك. هذه قهوة سوري. جيت انت يا ايش عندي ما احكي معك حاجتي بيك ها عمتي شنو اش بيك روح توسع تابع في حالة عمتي باش نطلع نرتاح شوية نرجع البوتيك كلمتني امك الطفل هذاك متاعك شو اسمه نيازي اي شبيه اش قتل والله ما فهمتهاش قالت لي وقتاش النجم نجيو نتعرفوا على العائلة يا اخي مش قلت لهم ماكش موافقة؟ لا لا شكون قال لك انا مانيش موافقة؟ انا كلمته قلت له جيب داركم ايش؟ هاي ايش بيه؟ علاش لا؟ انت بنتي هاوكا امك وبوك حيين احكي معاهم انا ما عادش تدخلوني في مصايبكم باهي؟ نيازي لعائلة هذا باسبورك كيف دبرتوا هذا؟ تصرفنا حضر روحك للسفر طون كلمك نهزوك للمطار ونسيبوك كان في الطيارة أوكي؟ شكرا كتير كتير أنت عن جد خلصتني أشكر الشخص اللي وصى عليك هو اللي منعك بسلامة شكرا الو يوسف توا اوكي قررنا وقت باش نعرسوا اما ما قررناش وين باش نسكنوا صحيح هذيك ما خممتش شنو معناها باش نسكنوا هوني في الدار الكبيره نعرف صعيب باش تلقى راحتك هوني اما زينه مش كيما تحسبها انت مشكلتي ماهيش زينب مشكلتي الدار هي بدار العيله أنا حبيت تبدا عنا دويرة صغيرة وقت اللي نحب نسكروا بيبنا على رويحنا نسكروه حتى انتي ساكنة في دار العيلة راه اي اما انا عندي اخت واحدة ومتفاهمين انا وياها كي نعطيها بايها من الكري كل شهر تخطاني وتقلقنيش اش قلت معناها تحبني نسكن في دار مرتي فجأة تحير عليك العرق العربي؟ لازم عاد شعرة سيدنا علي با مسخيلكش وحدك أهلا فاتن أهلا سافا بيهي من عطونا رجعينا لا 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 أحكي لي أحكي لي نجوى مش برانية قل لي هي لا كلمة يوسف تاو جميع ذوكم عرفتهم أبرامو عطوها الباسبور متاحة وبش وصلوها المطار سي بيان سي بيان انت سي انورم ما تعرفش روحك شو عملت راك باهي كمل احكي لي من بعد ما يسالش باهي ملا خلينا نمشي باهي ملي روحت اول مره تقول لي بابا و... اول مره تبوسني تو تكلمهم تقول لهم بطلت شو عمتي انا ديما نسمع كلامك مره هذه لا الطفل عجبني واش ناخذه شبيهم هذو مكبشين في بعضهم ما نعرفش اروى وافقت على الخطيب من راسها يا اخي عمتك هبلت هاي النقوبه عندها الدوسيات الكل شت مسيبه ما عندكش عائله أكيكا قد حبل جابها واد يا اخي عمتي شنو الغلط اللي عملته انا شبيكم تسيحوا ايش شوف بنتك
عسليمة. ما في باليش معك شكون. عدنين خليني نمشي. لا 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 استنى استنى. أروى اش عملت يا أخي؟ ما عملت حتى شيء. الطفل جاي يخطب فيا عجبني وافقتش فيها هذي ترى. بابا عرفتو كطفل لك كل بيزارك اللي جاي المرة الأخرى. هذاك هو. والله لالا كان أنت ظهر لك بيزار، أنا ظهر لي طفل يسرى عادي. عجبني قلت له جيب داركم ويجي تكلم اش فيها هذي با. وحدك هكاكا؟ لا تشاور لا تناور؟ يا أخي شنو عمتي ريتني هربت معاه هنا؟ بي؟ تو نكلم عمك عصام يجي يلقى معاك حل. مانيش يتيمة راني. با هاو قدامك يتفرج وساكت. أنا جوست تو نحاول نفهم. زيني ماشيش هكا راهو. احنا في صبرنا ناخذ البراينيه علي هاو بابا باش يخوت التناجوا. بوك عمره ما احترم صبر العائله ولا راه ما طلقش امك وجاب لنا صغير ما نعرفش منين وهاو مازال مواصل تبارك الله. عدنين انا هاني مشيت. استنى نجوى استنى. هاو كابو كريتو نجوى. يا اخي تغششت. مشاكلكم بينيتكم ما فهميش علاش قاعده وزيد نسمع ما نكره. باهي مسحها فيا ما تحط شي في خاطرك. هايش قلت تعدلك من بعده. باهي تلقاني في الدار. ما فهمتش يا اخي مازال في مع بيت تحكي على سبر العائله. اي انا ما زلت. شنو ماله انفرطوا في رزقنا كلمه زي رجال هامله والبنات تقعد تستنى في رحمه البراينيه. اما نزي عمتيز علي وينو صبركم وقت اللي ولد عمي كيكا طيشني من غير حتى سبب؟ وينو وقتها؟ ولا سامحني عاد نسيت ثم صبركم يمشي كان مع البنات. عندها الحق انتم دار القادر زعم كان في البنات 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 البنات. اسكت ما تسيحش عليها زينب. ماش غلطتها ولا غلطي ولا غلطة حد. انت حياتك اختارتها وراضية بها. اما هذم بناتي وانا نحبهم يختاروا حياتهم. يا عديلة عود ليش قاتلك زينب القادري؟ قاتلي حتى تشاور بوها. أما أنا ظهرت لي تفيش اتهكى دوبا مش بتلها الهدرة تطلعش الطفلة عملت من داية راسها وكلمت نيازي هكيكة. إيش قاتلك أروى القادري يا سي؟ هاكي موافقة قول داركم جيو قابلوا بابا. زعما ما تبدلش رايها؟ ولا مش تبدل راي. هي ما مش غريبة هكا في ساعة وافقته من غير لا تطلب لا تراك لا تحكي معاك لا تقابلك. بليك شا جبت. عجبتها؟ اسمعني أنا العائلة هذي نعرفهم بالقدير هم ناس محافظين. لا ونعمل عائلات محافظة يوم ما تتكيف. يا عديلة يلزمنا نزربوا الخطبة ما كانش ودك راهو شي بلبزعة. هذا فلوس تاع كارية اللوز راجل جايبهم في ساشي بلاستيك. قلت له عليهم تعمل جيغمان. قعد درج يغزلني بعد قال لي احنا مستنسين تعملوا هكا مع سي عصام. تخلف زينب يلزي تعاملي بالاسباس. ولا إلا فهمت الحكاية هذية كل شيء مسيبه لزينب أنت. أنا جيتك بحكاية أخرى. سمعت اللي أروى تخطبت وانت عطيتها بو عطاها بنته. من وقتاش أنت بوه؟ أنت كبرتهم؟ أنت قريتهم؟ أنت حلت لهم مشاريع؟ أنت اللي ترجعهم كي يغلطوا؟ نعرف أنت عملت هذاك الكل وبارك الله فيك. أما هذا ما يسمح لكش تعطي ولدك بالسيف لبنتي. ما يستمع الورثة في بالي. تتفاسون هاو عائلته جاي الليلة يجا تعرف عليهم واعطي رايك انت حب. ما عديش رايك قدام راي بوها والارض اش عملنا فيها يظهر لي ما يشتى على الورثة. اش بها الارض؟ فهمنا نعاون البنية اللي في فرنسا وترجع لي التراب. ايه وين البنية؟ اي متى تكون في تونس. كي توصل تونس تنحكيو. تلعبش معايا عدنان. كلمة واحدة توصل البنية منا تجيب الورقة وتصحح منا وهذه اخر مرة نحكيو فيها الموضوع. كنت نسيت انا شكون ما تخلينيش ننسى اللي انت خويا ولعلمك عندي وجه اخر ما زلت ما تعرفوش.